حدثنا أبو نعيم، حدثنا ابن عيينة عن الزهري، عن عباد بن تميم، عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجد في الصلاة شيئًا، أيقطع الصلاة؟ قال: لا، حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا. وقال ابن أبي حفصة عن الزهري: لا وضوء إلا فيما وجدت الريح أو سمعت الصوت.